في السيلول سيلول انهيبيتورز. واكيد خدت بالكم ان كل سيلول انهيبيتور كان بكتيري سايد اند دراج مش كده؟ يلا يا جماعه الصدفه ان شاء الله الصحه ايه؟ الاكل زار هنا. انا عايز بس اقول لكم حاجه تجمع كده موضوع البروتين انهيبيتورز. يلا يا جماعه لو سمحت الصوت. مش عارف حد فيكم يعني لا سمح الله فاكر في الفسيولوجي ازاي عمليه البروتين فورميشن ولا صعبه شويه؟ هي في حاجه لو ركزنا فيها شويه. يلا يا جماعه الصوت لو سمحت. لو ركزنا فيها شويه ممكن تلم موضوع الانتي بايوتكس اللي بيشتغلوا باي انهيبيشن اوف بروتين. افكركم بس كده بمعلومات بسيطه جدا على البروتين فورميشن في البكتيريا. عارفين طبعا سايت اوف بروتين فورميشن هي الرايبوزومز مش كده؟ والرايبوزومز في البكتيريا معموله من تو سب يونتس. عارفين بقى في حاجه اسمها لارج رايبوزوم سب يونت اللي هو يسموها ال 50 اس مش كده؟ وفي السمول اللي هي 30 اس. برضه باختصار شديد جدا عمليه تكوين البروتين بتبدا من تصنيع ما يسمى بالميسنجر ار ان اي. فاكرين حاجه اسمها الترانسكريبشن؟ ان الدي ان اي يتصنع منه كومبلمنتري ستراند اسمه ميسنجر ار ان اي. الميسنجر ار ان اي من اسمه كده هو شايل رساله او شايل شفره. الميسنجر ار ان اي ده بيروح يحشر نفسه كده تقريبا ما بين التو رايبوزومال سب يونتس عشان تبدا عمليه يسموها الترانسليشن صح، او يسموها الكودون انتي كودون ريكوجنيشن. فاكرينها؟ هو الميسنجر ار ان اي ده شايل حاجه اسمها الكودون اللي هي التريبلتس بتاعت النيوكليوسايدز دي، ويبتدي الرايبوزومز تترجمها عشان تصنع منها امينو اسيدز. طيب وانس ان وصل كده الميسنجر ار ان اي للرايبوزومز وبدا يحصل عمليه الترانسليشن او الكود الانتي كود ريكوجنيشن ده، بيحصل الاتي. انتوا عارفين برضو بشكل مختصر جدا جدا اللارج رايبوزومال سب يونت دي معموله من تو سايتس. عارف تاني الكلام ده اكيد عدى عليك مش كده؟ حاجه اسمها الاي سايت والبي سايت. طيب اللي بيحصل بالظبط كده بقى، خلاص الميسنجر ار ان اي جه هنا وترجم من الرايبوزومز ان هي محتاجه مثلا يعني امينو اسيد اسمه فالين، او امينو اسيد اسمه تيروزين، او امينو اسيد اسمه ليوسين، ايا كان اسم الامينو اسيد. مين اللي بيجيب الامينو اسيد يشيله ويوديه ناحيه الرايبوزومز؟ حاجه اسمها ترانسفير ار ان اي مش كده؟ يبقى الترانسفير ار ان اي ده وانس ان حصل ترجمه ان احنا محتاجين الامينو اسيد الفلاني، هتلاقي الترانسفير ار ان اي ده جاب الامينو اسيد شاله عليه كده وراح جايبه هنا على الاي سايت. وبعدين مش فاكرين حاجه خالص؟ ايوه برافو عليك. الامينو اسيد اللي جه مسك هنا هو طبعا بيبقى ماسك في الترانسفير ار ان اي، بعد ما بيجي يمسك هنا بيروح راجع ماسك على البي سايت، يتنقل من الاي سايت ويشبك في البي سايت. خلاص؟ ويبقى الترانسفير ار ان اي عمل اللي عليه خلاص، يروح سايب الامينو اسيد وراجع هو جايب حاجه تاني. هتلاقي الميسنجر ار ان اي انت عارف البتاع ده بيتحرك كده، بيقرا كودون وبعدين يقرا اللي وراه وبعدين يقرا اللي وراه. لما قرا الترجمه دي جاب مثلا فالين زي ما قلت لك. هيجي يتحرك تاني يلاقي في كودون تاني هيترجم على ان احنا مثلا محتاجين امينو اسيد اسمه ليوسين. هيحصل ايه في الليوسين ده؟ هيجي ترانسفير ار ان اي يمسك هنا على الاي سايت، وبعدين الامينو اسيد الاولاني اللي كان شابك هنا ده هو اللي بيجي يتحرك من البي للاي، خطوه يسموها ترانسبيبتايديشن، ويروح واخد الامينو اسيد الجديد وراجع بيه على البي سايت. فهمت حاجه؟ يبقى حصل ترجمه اللي هو يسموها الكودون انتي كودون ريكوجنيشن. فبدا الترانسفير ار ان اي خلاص فهم ان في استدعاء لامينو اسيد معين. الامينو اسيد ده هيجي متشال على ترانسفير ار ان اي ويجي يمسك في الاي سايت وبعدين يتنقل تاني على البي سايت. امينو اسيد جديد جه هيجي الامينو اسيد اللي كان شابك هنا يروح جاي هنا وراجع بالامينو اسيد الجديد على البي سايت.
دي خطوة يسموها transpeptidation، إن هو يتحرك من ال P لل A اسمها transpeptidation. وبعدين رجوع الأمينو أسيدز اللي شبكة في بعض دي تيجي ترجع على ال P site عشان تسيب المكان ده free اسمها translocation step. خلاص فهمنا القصة كده؟ يبقى لما اجي اقول لك بقى ان شاء الله الانتيبيوتكس المجموعه اللي اسمها الامينو جلايكوزايدز بتشتغل باي انهيبيشن اوف كودون انتي كودون ريكوجنيشن، يبقى اشتغلت على اني خطوه الامينو جلايكوزايدز بتمنع ترجمه الميسنجر ار ان اي، يعني بتشتغل على الخطوه الاولانيه دي كده ان الميسنجر ار ان اي يجي يمسك في الريبوزومز ويبتدي يترجم فبيوقف عمليه البروتين، يبقى انت كده منعت الخطوه تقريبا الاولى في البروتين فورميشن. لما اجي اقول لك مجموعه اسمها او دواء اسمه كلورامفينيكول، كلورامفينيكول بيمنع خطوه اسمها ترانسبيبتايديشن. ايه ترانسبيبتايديشن دي؟ الامينو اسيدز اللي ماسكه هنا تروح تجيب الامينو اسيد الجديد وترجع بيه على البي سايت، مش كده؟ الخطوه اللي هم اتحركوا من البي للاي دي اسمها ترانسبيبتايديشن. لو انت وقفتها وقفت البروتين فورميشن. مجموعه اسمها الماكرولايدز فيها الاريثرومايسين، الاريثرومايسين ده بيمنع ان التشين اللي جت هنا هيتحركت من هنا هنا اهي، وبعدين هتاخد امينو اسيد الجديد وترجع بيه هنا، هتمنع ان هي ترجع من الاي للبي. دي سموها انهيبيشن اوف ترانسلوكيشن. الكلام ده انا بقول لك ليه بقى؟ انت هتحفظ ان شاء الله في الكتاب كويس قوي، هتلاقي مكتوب ده انهيبيت ترانسبيبتايديشن، ده بينهيبيت الكودر انتي كودن، ده بينهيبيت مش عارف ايه. انا عايزك تبقى متخيل بس الفكره ايه. هو محدش غالبا الا اذا كان في الشفوي بقى دخلت مع حد تقيل شويه هيقول لك يعني ايه ترانسبيبتايديشن وعن ايه ترانسلوكيشن وايه المسريدنج والكلام ده كله. فهمناها يا جماعه؟ عرفت يعني ايه الفرق بقى بين ترانسلوكيشن وترانسبيبتايديشن؟ ايه الفرق؟ ترانسبيبتايديشن الشين بتتحرك من فين لفين، ترانسبيبتايديشن هتتحرك من البي للاي صح، وترانسلوكيشن هتاخد الجديد اللي شبك في الاي ده ويرجع تاني يمسك على البي سايت عشان يسيب المكان ده حر يجي فيه امينو اسيد جديد. طيب تعال بقى اول مجموعه من اللي يسموها البروتين سينثيز انهيبيتورز، هو بادئ في الكتاب بمجموعه قديمه شويه اسمها مجموعه التترا سايكلينز. رغم ان هي مجموعه قديمه لكن هي مطلوبه مننا في امتحان النظري. الحقيقه هي مجموعه قديمه وتوكسيك قوي وبقى في مشكله ريزيستنس، هي مجموعه استخدمت لما شبعنا منها ومع ذلك للاسف هي لسه مطلوبه في الامتحان. برضو كالعاده احنا هنركز على النقطتين الكبار، الدواء بيعمل ايه في البكتيريا وبيشتغل ازاي، دي نقطه، والادفيرس او التوكسيك افكت بتاع الدواء. كتاب القسم عندنا بدا مقسمهم الى مجموعتين، الكلام ده هيتقلب بسرعه بقى. المجموعه اللي هي مكتوب تحت التتراسايكلينز مكتوب بريباريشنز اند فارماكوكاينيتكس، ده للام سي كيو او للشفوي. المجموعه الاولى اسمها لو تو مودريت سوليبيليتي، لو تو مودريت ليبيد سوليبيليتي. متوقع ايه؟ دواء لو او بور ليبيد سوليبل، متوقع امتصاص وحش من الجي اي تي، هيعدي بصعوبه البلاد برين بارير، متوقع منه شويه حاجات. الامثله بس عشان الام سي كيو، لان احنا ساعات الاسامي بتاعت الادويه في الام سي كيو بيلعبوا بيها شويه. الادويه اللي تحت عنوان لو تو مودريت ليبيد سوليبيليتي، اول واحد ظهر اسمه التتراسايكلين. هي طبعا المجموعه كلها اتسمت تتراسايكلينز عشان الكيمياء بتاعتها، هي عباره عن فور رينجز، اربع حلقات مشابكين في بعض، فعشان كده سموها تتراسايكلين. اول واحد ظهر سموه تتراسايكلين. لما بدا يظهر غيره بقى، لما غيروا الكيمياء شويه، ظهر ادويه مثلا زي الكلور تتراسايكلين او الاوكسي تتراسايكلين او دواء من الادويه اللي ليها حاجه سبيسيفيك اقولها لك اسمه ديميكلو سايكلين. كل دول شبه بعض، لو تو مودريت ليبيد سوليبيليتي. انا اللي يهمني بقى في اسئله الام سي كيو ايه؟ الادويه دي انكمبليتلي ابزوربد اورالي، وانا هقول لك من دلوقتي كده ان هم برود سبيكترم. توقع ايه بقى من الشوط اللي خلص اللي فات؟ ادويه برود سبيكترم وامتصاصها وحش من الجي اي تي، قاعده جوه الجي اي تي، متوقع انها تعمل سبريشن على الفلورا صح؟ وانس انها عملت سبريشن دخلنا في مشكله اسمها سوبر انفكشن. وعرفت بقى من قبل كده سوبر انفكشن ده احتمالاته ايه؟ يا اما كانديدا اللي هي المونيليزس، وده علاجه دواء اسمه نيستاتين، يا اما كلوستريديم ديفيسيل او ستاف، وده علاجه اورال فانكومايسين او اورال ميتروليدازول. خلاص يبقى الكلام ده انا متوقعه في العيوب بتاعه الدواء. العيب الثاني سبريشن على الفلور عمل ايه؟
وقف تكوين فيتامين كي. صح الفيتامين كي على فكره ما بيفرقش ان هو محتاجينهم كميات صغيره قوي ما بيفرقش قوي، لكن اللي بيفرق معانا فيتامين كي. طب عملنا سبريشن على فيتامين كي معناها ايه؟ معناها هايبوبروثرومبينيميا، معناها احتمال بليدنج. صح، ولو انا دكتور شاطر ممكن ادي معاه فيتامين كي بقى عشان اعوض الفيتامين كي ديفيشنسي. طيب الادويه دي بقى بعد ما عرفنا ان هي بولي ابزوربت اورالي، في نقطتين مهمين قوي في الامتصاص، امتصاصهم يقل قوي لو انا واكل، وده يفكرني بايه؟ امبيسيلين. كان مش امتصاصه مش حلو قوي، ولو انا واكل مش هيمتص كويس. والمشكله الثانيه بقى دراج انتراكشن مشهور قوي، لو اخذت مع الادويه القديمه في التتراسايكلز اي حاجه فيها املاح، سواء بنتكلم بقى على كالسيوم او مغنيسيوم او الومنيوم، او حتى لو باخد حديد لاي سبب من الاسباب، عندي مثلا ايرون ديفيشنسي انيميا، الاملاح دي تشبك مع التتراسايكلين وتديني مركب انسوليبل. ما دام انسوليبل يبقى مش هيمتص من الجي اي دي، يقول عليها كلمه كليشن لو سمعتها. طيب هو السؤال بقى المنطقي، هو ايه اللي يخليني الحاجات دي الكالسيوم والالومنيوم والمغنيسيوم؟ لو انتوا فاكرين هو الكالسيوم طبعا موجود في اللبن او موجود في ما يسمى الديلي برودكتس، منتجات الالبان، والالومنيوم والمغنيسيوم وحتى احيانا الكالسيوم موجودين في حاجه اسمها الانتاسيدز. فاللي كان بيحصل ايه؟ ان العيان ده بما انه هياخد تتراسايكلين وايريتنت قوي على الجي اي تي، هيحس باسيديتي، هيحس بشويه ابدومينال بين، حرقان ومش عارف ايه وغممان وقصه. فكنا او هو من نفسه يفكر ياخد انتاسيد عشان يقلل مشاكل الجي اي تي بتاعه الدواء، او يشرب لبن. الحاجه فيري كومن ياخد كبسوله الدواء ويشرب شويه لبن، الحموضه والحرقان والكلام ده هيروح، بس المشكله مفيش امتصاص للتتراسايكل. كويس، يبقى دي المجموعه القديمه في التتراسايكل. المجموعه دي ما بتعديش قوي البلاد برين بارير، وكتاب القسم كاتب باست بلاد برين بارير، بس السي اس اف كونسنتريشن تقريبا خمس البلازما كونسنتريشن. يعني معناها بالنسبه لي ايه بقى؟ مش افكتيف في علاج المينينجايتس، الدواء ده مش ملوش قيمه كبيره في علاج المينينجايتس، عدى لكن تركيزه لا يسمح ان هو يعمل. اهم من دي في الديستريبيوشن بقى، خلي بالك هو بيعدي البلاسنتال بارير والتيراتوجينيك. هو اللي فاتوا معلش اخبارهم ايه؟ بنسلين سيف، سيفالوسبورين سيف، فانكومايسين حدش قال حاجه عن فانكومايسين. صح، هو مش سيف لانه ممكن يعمل اوتو توكسيستي في الفيتس، فده مش حلو. تعالى بقى على التتراسايكل، ممكن يعمل تشوهات، والتيراتوجينيك دي بقى تشوهات في الشكل، مشكله فورميشن اوف اورجانز الله اعلم. فده من الادويه اللي ممنوعه تماما ديورينج بريجنسي. بالنسبه للجزء بتاع السبيسيفيك ديستريبيوشن، الدواء ده بيحب قوي زي ما قلنا الكالسيوم في العظم وفي السنان، وهيعمل مشاكل في الاثنين. يبقى انا متوقع بقى كده، هي على فكره المفروض ان مذاكره الفارما حاجه بتبقى يعني ايه معلومه ماشيه بالعرض كده. يعني عرفت كاينيتكس، قدرت اطلع منهم شويه مشاكل مش كده، عرفت ان هم بيتراتوجينيك ممنوعين في الحامل، عرفت ان هم بيتركزوا في السنان فمتوقع مشاكل على البون وتيث ديفورميتي، عرفت مشكله الجي اي تي. فالمفروض ان احنا يعني ما ناخدش جزء من الدواء ونسيب جزء، بس يعني احنا طبعا بما ان احنا في وقت زنقه فخلينا ناخد اللي علينا في الامتحان. سيبك بقى من البلازما بروتين وفهمش مشكله، مودريتلي باوند بلازما بروتينز الفيت بتاعهم بقى شويه في الكتاب كده مش واضح مصيرهم ايه، وما تسويش مني والله يعني مش هنلحق لسه، هم 3 4 ايام وكل واحد يروح لحاله ان شاء الله. بس انا عايزك تفكرني كده، هو اللي فاتوا مصيرهم كان ايه؟ الانتي بايوتكس قبل ما نتغدى كان فينسيلين كان ايه؟ بينزل في اليورين انشينجد باكتف ترانسبورت، وكان البروبنسيد يطول شغله مش كده؟ وكان عندي اكسبشن ده اسمه نفس ده، واي دواء نازل في اليورين انشينجد يبقى يعالج اليو تي اي. وخلي بالك في الناس اللي عندهم هنا الانفر، طيب سيفالوسبورينز كانوا زيهم، بس كان عندنا دوائين بتوع الباير سيفترايكزون وسيفوبيرازون، وكان عندنا دواء اللي متقسم ده سيفوتاكسين، نص دي اسيتيليشن في الليفر وشويه ينزل عن طريق الكلى، الفانكومايسين ومش مهم قوي مش داخل في الامتحان، بس يعني بالمره بقى نزل في اليورين، بس نزل بباسيف فلتريشن مش باكتيف ترانسبورت. هي يعني مش فارقه كتير يعني، برضه اللي يحب يعرف هي يعني دي على فكره اوحش، يعني كله نازل بسيمبل ديفيوجن دي يعني يتاثر قوي قوي لو الكيدي فانكشن وحش اكتر من الاكتيف ترانسبورت.
لما نيجي نتكلم بقى على التترا سايكلز، المجموعه دي اللي هي لو تو مودريت ليبيد سولوبيليتي، جزء منها بيتكسر في الليبر كويس، جزء منها مكتوب حتى في الكتاب بيحصل له كونجيجيشن ويز جلوكورونيك اسيد، بيشبك مع الجلوكورونيك اسيد ويديني مركب ملوش قيمه. الجزء الاهم الحقيقه بالنسبه لنا بقى اللي هو بينزل انشينجد، جزء بينزل في اليورين، جزء محترم بينزل في اليورين انشينجد، جزء بينزل في البايل، وجزء بينزل عن طريق البريست ميلك. لكن يبقى الفيت عشان تبقى متخيل بتاع المجموعة اللي هي لو تو مودريت، المين فيت إز رينال. صحيح في شوية تكسروا في الليفر، شوية نزلوا في البايل، شوية نزلوا مع البريست ميلك لو الست دي بترضع، لكن أساس الموضوع كله في التخلص منه هو عن طريق رينال إكسكريشن. يبقى نطبق عليه القوانين مش كده؟ ولا لا؟ هيعالج يورينري تراكت انفكشن، ولازم اظبط سرعتي لو في مشكله في وظائف الكلى. طيب تعالوا بقى بص على المجموعه الثانيه اللي هي الهاي ليبيد سوليبيليتي، فيها دواء لازم يتحفظ عشان ام سي كيو اسمه دوكسي سايكل، وفي دواء ثاني برضه ليه عيب مميز اسمه المينو سايكل. هما الاثنين دول بس تحت عنوان الهاي ليبيد سوليبيليتي. الفرق ايه بقى؟ الامتصاص احسن، تقريبا كومبليتلي ابزوربد ونوت افكتد باي ذا بريزنس اوف فود، على عكس التانيين بس زيهم زي القدام الانتاسيدز او الاملاح الكالسيوم والمغنيسيوم والكلام ده يقلل الامتصاص. يبقى دي بس حاجه مشتركه في الامتصاص. طيب نفس الكلام بقى على البلاد برين بارير والبلاسينتا بارير، كل حاجه شبه بعض. تعالى بقى بص على الفيت، هو كاتب لي برضه كونجوجيتد ان ليفر ومش عارف نزله في ايه وايه. اللي عايزك تعرفه بقى ان المين فيت بتاع المجموعه دي سبيشال توكسي سايكلين is by biliary excretion. فهمنا؟ يعني القدام معتمدين ميلي على كدني. خلاص عرفنا بقى زبط قرعتك وتصرف. الدوكسيسايكلين بالتحديد معتمد ميلي على بتاع ده biliary excretion. فرقت معاك ايه بقى السؤال بتاع المشهور بتاع الMCQ؟ Which of the following tetracyclines does not require dose adjustment in patients with renal impairment؟ ويديك اسامي التتراسايكلز اللي انت سمعتها دي. انت هتختار مين بقى؟ التوكسي هو اللي بينزل عن طريق البايل، وبدل نازل عن طريق البايل يبقى غالبا افضل صح، بتاع ده انتيرو هيباتيك، وهيبقى حلو قوي لو انا عندي كوليسيستايتس او انترايتس لانه هيبقى نازل اكتف في الجزء ده. يبقى خلي بالنا بقى من الجزء، الفرق بين الاثنين طبعا في النهايه هينزل عن طريق الستول. تعالى بقى على الحته اللي هنبتدي نذاكر بقى في النظري، الانتي بكتيريال اكتيفيتي. الدواء ده برود سبيكتروم ما تهملهاش قوي، لكن من اكبر سبيكتروم اللي موجوده في المنهج كله هو التتراسايكل. دايما كده كان اساتذتنا يقولوا لنا ده اكبر سبيكتروم واكبر توكسيسيتي هو ده. الجزء المهم بقى بيشتغل ازاي؟ الدواء ده بيدخل جوه البكتيريا بطريقه يسموها زي اكتف ترانسبورت كده، يعني محتاجه سبيسيفيك ترانسبورت سيستم او ترانسبورت ميكانيزم. ترانسبورت ميكانيزم ده بيبقى غالبا موجود في الانر ممبرين بتاع البكتيريا. يبقى هو دخل جوه البكتيريا مش بسيمبل ديفيوجن، هو دخل غالبا باكتف ترانسبورت محتاج سبيسيفيك كارير. طيب بعد ما دخل جوه بقى بيمسك في جزء معين من ال 30 اس رايبوزومال سب يونت. يقوم يعمل ايه بقى؟ انت فاكر لما بيجي هنا الترانسفير ار ان اي شايل الامينو اسيد بيجي يمسك في الريبوزومز، بيجي يمسك في حته معينه. التتراسايكلين بيكومبيت مع الامينو اسيد اللي اسمه او مع الترانسفير ار ان اي اللي شايل الامينو اسيد على المكان ده، يحصل بينهم كومبيتيشن. يوم انت عملت ايه؟ يعني منعت ان الترانسفير ار ان اي يحط الامينو اسيد الجديد في المكان في الاي سايت، وبالتالي وقفت عمليه البروتين فورميشن. فهمنا يا جماعه؟ يبقى هو داخل جوه البكتيريا بس محتاج بكتيريال ترانسبورت سيستم يدخله جوه. لما بيدخل جوه بيمسك في ال 30 اس رايبوزومال سب يونت ويبتدي كومبيت مع الترانسفير ار ان اي اللي شايل امينو اسيد جديد، وبالتالي منعنا ان يحصل اتاتشمنت اوف ذا امينو اسيد على الاي بارت بتاعه الريبوزومز، وبالتالي منعنا البروتين فورميشن. صح؟ طيب هو مكتوب في الكتاب كده بس يمكن بطريقه مش عارف اسهل ولا اصعب بقى. هو كاتب لك ان هو كونسنتريتد في البكتيريا باي سبيسيفيك ترانسبورت بروتين، وده مش موجود غير في البكتيريا سيتوبلازميك ميمبرين، موجود في الانر ميمبرين بتاع البكتيريا. بي اتاتش تو ذا 30 اس رايبوزومال سب يونت
فبيقلل الاكسس، بيقلل وصول او بيمنع وصول حاجه اسمها الامينو اسايل ترانسفير ار ان اي. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني ايه امينو اسايل ترانسفير ار ان اي؟ يعني ترانسفير ار ان اي اللي عليه امينو اسيد، اللي شايل الامينو اسيد الجديد، وبالتالي هو قلل بقى ايه البروتين فورميشن او البروتين سنتيسيس. السؤال بقى، لازم اقول الدواء ده ستاتيك ولا سايدال؟ تقريبا ده اول دواء بكتيريوستاتيك، مش كده؟ كل بتوع السيل وول كانوا سايدال. الدواء ده از بكتيريوستاتيك دراج. السبيكترم زي ما قلت لك، اي حاجه هتيجي على بالك هتطلع صح، يعني بيعالج بكتيريا وبيعالج انواع حتى غريبه من البكتيريا زي المايكوبلازما. تعمل ايه المايكوبلازما دي؟ صح، اشهر حاجه تعملها تشيست انفكشن، اتيبيكال نمونيا. في حاجه اسمها سبايروكيتس زي التريبونيما بتاعت السيفلس، يعالجها، يعالج الكلاميديا. عارفينها الكلاميديا دي بتعمل اي انفكشن زي التراكوما، صح، وبتعمل ريسبيراتوري، ممكن تعمل اتيبيكال نمونيا، نوع من النمونيا برضو غريب شويه، وبتعمل فينيريال ديزيز، سيكشوال ترانسميتد ديزيز. سمعت عن الليمفوجرانيلوما فينيريوم والحاجات دي؟ طيب، يعني هو عباره عن انفكشن بيحصل باي او بيتنقل باي سيكشوال انتركورس. اللي على فكره التتراسايكلين هو احسن دواء يعالج الكلام ده، يعالج مايكوبلازما ويعالج كلاميديا، الحاجات الغريبه دي. ثيرابيوتيك يوزس تتقال كده بسرعه كده ان شاء الله. هو بيعالج ايه بقى؟ قال لي انت اتزنقت في امتحان واتفاجئت ان في سؤال على ثيرابيوتيك يوزس احنا مش مذاكرينه، قول اي حاجه هتطلع غالبا صح. يعني يعالج ريسبيراتوري، يعالج يوريناري، يعالج بايوجينيك انفكشن بتاع الستاف، يعالج تراكوما، يعالج مش عارف بقيه الكلاميديا الانفكشن، يعالج سيفلس، كله هيطلع مظبوط. هو بس النقطه اللي في الكتاب اللي هي نقطه نمره اتش، هو مكتوب تو ايراديكيت من انجو كوكال كارير. صح، قالها لكم دي؟ تو ايراديكيت من انجو كوكال كارير معناها ايه؟ ان انت هتقضي على الراجل الكارير ده، الراجل الغلبان اللي شايل البكتيريا في غالبا في النيزو فارينكس وبينقلها لغيره، انت هتموته عشان تيراديكيت الراجل. لا، هو انت بتيراديكيت البكتيريا اللي هو شايلها. خلي بالك، هو ما بيعالجش من الجايتس، مش كده؟ ليه ما بيعالجش من الجايتس؟ تركيزه في السي اس اف قليل قوي بالنسبه للبلازما، تقريبا 25%. لكن هو يتاخد لو انا اكتشفت حالة ميننجايتس وبدأت اشوف بقى اذا كان في كارير، بيعملوا بياخدوا سواب، انتوا عارفين الكلام ده مش كده؟ بياخدوا سواب من النيزوفارينكس كده، لو لقيت ان انا كارير من انجي كوكاي اخد انتي باوتيك. طبعا التتراسايكلين ده قديم، صح، دلوقتي بياخدوا الفامبسين على طول، كانوا زمان يدوا التتراسايكلين. وحتى مش حلو ان التتراسايكلين ده ستاتيك، برضه ما تضمنش قوي ان هو يقدر يعمل ايريديكيشن كويس. ده بالنسبه للاستعمالات. طبعا لما كان في كوليرا زمان كان من اشهر ادويه اللي بتعالج الكوليرا هو التتراسايكلين ده. سيبك بقى من الريكيتسيا ومش عارف كلاميديا والكلام ده، نمره خمسه بس في الاستعمالات. كان في دواء في الادويه القديمه اسمه ديميكلوسايكلين. ديميكلوسايكلين الدواء ده بيتاخد في حاله اسمها غريب الحقيقه قوي، اسمها سيندروم اوف انابروبريت اي دي اتش. تعرفين الاي دي اتش؟ انتي دايوريتيك هرمون او الفازو بريسنت زي ما بيسموه. هو ده بيعمل ايه؟ وظيفته ايه في الفسيولوجي؟ صح، برافو عليك. يعمل حاجه اسمها فاكالتيتيف ووتر ريابزوربشن، يعني يرجع ميه بس على حسب الاوزموتيك بريشر، على حسب انت محتاج ميه او مش محتاج ميه. ده وظيفه الاي دي اتش كده. طيب، الناس اللي عندهم ديفيشنسي اوف اي دي اتش عندهم مرض اسمه ايه؟ تمام، دايابيتس انسيبيدس، بينزل ميه كتير قوي بس ما فيهاش جلوكوز. وده ليه سببين او ليه احتمالين، يا اما يكون بيتويتري او سنترال، يعني مشكله في افراز الاي دي اتش من البيتويتري او من الهايبوثالامس يعني، او نيفروجينيك. فاكرين حاجه اسمها نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس؟ الريسبتورز بتاعته في الكيدني هي اللي مش شغاله، وده تقريبا ما كانش ليه علاج غير الثايزايدز. لو فاكرين الدايوريتكس اللي كان اسمها ثايزايدز كانت بتتاخد في علاج نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. طيب، مش مهم، لازم نكون مش فاكرين على فكره. والله اللي فاكر هو اللي يقلق على نفسه، مش بهزر. ده انسان مش طبيعي. العادي ان الناس ده يبقى ماشي زي الفل. ايه بقى السيندروم؟
ايه بقى السيندروم اوف ان ابروبريت دي اتش؟ ده العكس بقى، ده واحد بيفرز كميات زياده من الاي دي اتش، بيطلع كميات اكبر من اللازم من الاي دي اتش، فيسموه كده سيندروم اوف ان ابروبريت. انا ما اعرفش هو ليه سموه كده، هو كلمه ان ابروبريت معناها ايه؟ مش مناسب. يعني ايش مناسب بقى؟ يعني قليل ولا كتير؟ هو الهيئه طلع ان هو زياده، يعني عنده اكسسيف اي دي اتش سيكريشن. ده بيشتكي من ايه او ايه مشكلته؟ يعني صح عنده ميه كتير في جسمه. ايه بقى؟ برافو عليك، صح، ميه كتير من غير ملح. عشان انا رجعت الميه ما رجعتش الصوديوم، يحصل ايه في الصوديوم؟ بقى تركيزه قليل او بقى دايف في كميه ميه كبيره، فيقولوا عليها دايليوشنال هايبوناترينيا. يعني كان الصوديوم قليل، بس هو الحقيقه مش قليل، هي مشكلته ان هو مخفف. ده على فكره بيعمل مشاكل سي ناس، يعني دخل ناس في كوما ويبقى مشكله لو مش عارفين سببه. لو ندور على العيان ده في غيبوبه ليه، يطلع مشكلته في الاخر ان هو عنده حاجه زي الاي دي اتش اكسس ده. طبعا واضح بقى ان الديميكلو سايكلين ده بيانتاجونايز الاي دي اتش، مش كده؟ فيقوم يظبط الموضوع. يبقى هو بيتاخد في حاجه ليس لها علاقه بالانفكشنز خالص، هو كل الفكره ان هو بيقلل الايفكت بتاع الاي دي اتش. السايد افكتس هتتحفظ كويس جدا جدا جدا، وزي ما قلنا كده في البنسلين لو ما جبناش سيره الالرجي وقلنا الثمانيه الباقيين يبقى احنا ما قلناش حاجه. في التيترا سايكلين لو ما قلتش التيث اند بون ابنورماليتي او ديفورميتي دي يبقى انت ما قلتش حاجه. هو بيمسك في الكالسيوم في البون وفي في الاسنان، وبيعمل مشاكل في الشكل وفي النمو، يعني يعمل ديسفيجرمنت، تشوهات، تلاقي الاسنان كده لونها مدي على بني، تلاقي الاسنان مشققه، يقول عليها ديسبليزيا او انامل ديسبليزيا، يعني شكل تعرف الانامل طبقه المينا، الطبقه الخارجيه بتاعت الاسنان دي. هو لما بيترسب في الكالسيوم بيخليها ضعيفه، يقول لك بريتل، مشققه كده وشكلها مشوه ولونها بني او غامق. ويقال في العظم ان هو لما بيترسب في العظم بيعمل ديفورميتي، تلاقي شكل العظم مشوه شويه. وفي كتب من ضمنها كتاب الاسم كاتب انه بيعمل مشكله في البون جراف، يعني مش متفق عليها الحقيقه في كل الكتب، لكن احنا ملتزمين بكتابنا ان هو بيعمل ديفورميتي، ومش بس التشوه، بيعمل كمان مشكله في النمو العظم. مين بقى ما ياخدوش؟ هي الحامل طبعا مشكلتها في الاساس تيراتوجينيسيتي اكتر، يعني طبعا ممنوع في الحوامل اساسا عشان التيراتوجينيسيتي، لكن لو هي في الليت بريجنسي ممكن ياثر فعلا على التيث والبون فورميشن بعد كده. واللاكتيشن انت فعلا جزء منه بينزل في بريست ميلك. والاطفال، الاطفال بقى دي عليها خلاف لحد سن كام، هو كتاب الخصم واخد اقل رقم اللي هو 8 سنين، في ناس بتقول 12 وفي ناس بتقول 18. عدينا ولا لسه 18؟ طيب يبقى ناس اطفال يعني. طيب يبقى ده مهم قوي الجزء بتاع التيث اند بون ديفورميتي. تيراتوجينيك عرفنا بقى، الجي اي تي اريتيشن من اسوء عيوب الدواء ده على فكره، لو حد جرب هو بيتاخد كتير قوي في الاكني حد الشباب، البنات اللي بي او الشباب اللي بيجيلهم يعني مشكله الاكني ده بيدوهم تترا سايكلين كبسولات، فكتير جدا منهم ما بيقدرش يكملوا بسبب الجي اي تي ديستربنس، بيعمل نوزيا وفوميتنج وهايبر اسيديتي، وساعات بيعمل يعني زي بجاستريك بين، كان في حاجه يعني كان في السر مثلا. ده من العيوب المشهوره قوي في الدواء ده. النقطة اللي بعد كده بقى اللي هي اللي قلناها من شوية، عمل سبريشن على الفلورا وعرفنا بقى المشكلة، الفيتامين بي والكي ديفيشنسي ومشكلة السوبر انفكشن. نمرة خمسة، هذه برضو من الحاجات اللي ما تلاقيهاش مكتوبة كتير، بس يعني في الكتاب مكتوبة ان هو في اللارج دوزس بالذات في الحوامل ممكن يعمل هيبات وتوكسيسيتي، ممكن يعمل ليفر دامج. لا لأي حد بياخده يعني للام، ولا طبعا الفيتس احتمال لكن هي مين للام. الجزء بتاع النيفروتوكسيسيتي بقى ده في حد من اساتذتنا بيسال في الحته دي، هو الدواء ده لو اتاخد وهو اكسبايرد او يسموه اوت ديتد يبوظ الخلايا بتاعه البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول، يعمل دامج في اللايننج بتاع البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول. المكان ده على فكره هو المسؤول تقريبا عن الري ابزوربشن بتاع معظم الحاجات، مش كده؟ يعني لو بنتكلم على امينو اسيدز، بنتكلم على جلوكوز، بنتكلم على حاجات كتير من الالكترولايتس بترجع في المكان ده. لو التترا سايكلينز قديمه بقى ووظت المكان ده بيبتدي يحصل بوليوريا، تلاقي العيان بينزل ميه كتير قوي،
ونازل معاها بقى أمينو أسيدز وجلوكوز وإلكترولايتس يسموها أمينو أسيدوريا وجلوكوزوريا. اللي اكتشف المشكلة دي برضو جماعة أجانب هم غالبا شخصين، واحد اسمه دي توني والتاني اللي اتشهر اسمه فانكوني، فهو سموا الموضوع ده فانكوني سيندروم. يبقى ده مرتبط مش بأي تتراسايكل، يعني مش كل الناس اللي هتاخد تتراسايكل معرضة دي، هو اللي هيحصل له مشكلة الفانكوني ده الناس اللي أخدوه هو إكسبايرت، إنه بيبقى غالبا تحول لتوكسيك كومباوند فبيبوظ الخلايا بتاعت الرينال تيولر سيلز. يبقى ده من الحاجات المشهورة قوي في الدواء ده. أليرجي طبعا زي أي دواء ممكن يعمل أليرجي. اللي تحتها معرفش عدت عليكم قبل كده ولا لا، فوتو سنسيتيفيتي. فوتو سنسيتيفيتي هي عبارة عن أليرجي على شكل سكين راش لما العين ياخد الدواء ويبقى اكسبوز تو سان لايت. عشان كده في هو مشهور قوي مع التتراسايكلين ومشهور مع السلفا ومشهور مع الكينيرونز، من اكتر الادويه اللي ممكن تعمل سكين راش لما العين ياخدها ويتعرض لضوء الشمس. ساعات بقى بيحطوا سان بلوك او سان سكرين اللي هي حاجات الكريمات دي عشان تمنع ان يحصل المشكله دي. المينوسايكلين، المينوسايكلين ده قلناه من شويه في ايه؟ صح، الانتجريشن بتاع المينجوكوكاي. هو مشكلته انه بيعمل سي ان اس ديستربنس. المينوسايكلين ده من الادويه اللي ممكن تعمل مشاكل قوي على سي ان اس، يعمل حاجه اسمها الفيرتايجو بيأثر على الفيستيبولار سيستم، ويعمل حاجه اسمها بناين انكريز ان انتراكرينيال تنشن، يزود الضغط الانتراكرينيال بريشر او انتراكرينيال تنشن يزيد ويعمل اعراض كانها تيومر. يعني ابتدى العيان يشتكي بزغلله، يشتكي بروجكتايل فوميتنج، يشتكي بصداع كانه عنده تيومر. ونكتشف في الاخر ان هو كان بياخد انتي بايوتيك، لما نعمل له بقى سي تي مثلا على البرين او حاجه ما نلاقيش حاجه، ونعرف ان هو كانت مشكلته بالمينوسايكل. فخلي بالك منه بقى، ده الادويه اللي بتاثر قوي على سي ان اس، سواء بقى الفيرتايجو او مشكله السوليو تيومر سيريبرال. الديميكروسايكلين عمل ايه؟ الديميكروسايكلين من شويه انتاجونايز الاي دي اتش، كويس. كان حلو امتى؟ لما العيان عنده زياده اللي احنا سميناه سيندروم اوف ان ابروبريت. طب افرض واحد ما عندوش، عنده الاي دي اتش عادي كده بقى واخد الدواء ده، يبتدي الافكت بتاع الاي دي اتش يقل، مش كده؟ يدخل منك في مشكله دايابيتس انسيبيدس، صح؟ يعني ده يقول عليه اياتروجينيك دايابيتس انسيبيدس. يعني ايه اياتروجينيك؟ بسبب الدواء. وانس انك وقفت الدواء خلاص هيرجع كويس. يبقى عرفنا بقى مجموعه التتراسايكلينز. معلش انا ممنوع الوسواس والله، وزي قلت لك حاولت اتعالج بس ما عرفتش. اشتغل ازاي تتراسايكل؟ هم الحاجتين بس اللي هسالك فيهم، بيشتغل ازاي وبيعمل عيوب ايه؟ بيشتغل ازاي؟ بيدخل جوه البكتيريا بسبيسيفيك ترانسبورت بروتين موجود في الانر ممبرين بتاع البكتيريا، ويمسك فين؟ 30S، فيكمبيت مع امينو اسايد تي ار اي اللي هو شاي ترانسفير لشاي امينو اسيد. يبقى احنا وقفنا البروتين فورميشن، ستاتيك ولا سايدر؟ ستاتيك. عيوب بقى زي ما انت عايز، مش كده؟ لسه جايه المسجر ار ان ايه، ومش دعوه بيها. انت قصدك ايه؟ جايه الامينو جلايكوزايدز جايين حالا بعد دول. الامينو جلايكوزايدز شغلتهم على هنا بقى، الامينو جلايكوزايدز شغلتهم على حته الترانسليشن دي، ان هما اترجم الشفره اللي شايلها المسجر ار ان اي. لكن الامين التتراسايكلز ما لهمش دعوه، هتترجم الترجمه صح والترانسفير هيجيب الامينو اسيدز اللي مطلوبه صح، بس مش هيعرف يشبكها هنا بقى، مفهوم؟ المجموعه اللي بعد كده برضو مجموعه يعني اكل عليها الظهر وشرب زي ما بيقولوا الامفينيكولز، بس ترى موجوده في الامتحان بقى. مطلوبه في النظري كمان. فيها دوائين، دواء كلورامفينيكول، كلورام فينيكول، وده اسمه ثايام فينيكول. الاثنين دول تبع مجموعه كده شبه بعض قوي اسمهم الام فينيكول. اللي عايزك بس تركز عليه في الكلام بتاع الكاينتكس عشان اسئله الام سي كيو، هو سيبك من هما بيتاخدوا ازاي، بيتاخدوا كل الطرق. يعني في اورال انجكشن، ولحد قريب كان في سبوزيتوري ومراهم وكل حاجه. بيعدوا كويس قوي البلاد برين بارير. يبقى ايه؟ يعالجوا منينجايتس. هو انت عرفت النهارده كام دواء يعالج منينجايتس ولا لسه ما وصلتش؟ بنسلين يعالج
ولو مش ضامن قوي دي انترافيكال صح. بس خلي بالك بقى من ايه؟ سيجرز صح. طيب سيفالوسبورنز الثالث والرابع والسيفيروكزين من الثاني. الفانكوميسن نظريا ينفع وعامل زي البنسلين كده بيعدي لو في انفلاميشن. التيتراسايكلينز يعالجوا مينينجايتس؟ ما يعالجوش مينينجايتس، ما يعالجوش، تركيزهم قليل لكن تاخده في الكارير عشان نظبط الكارير مش كده. كلوروفينيكول يعالج، وساعات على فكره لما بتعمل كالتشر من السي اس اف ما تلاقيش حاجه نافعه غير الكلوروفينيكول، يعني لحد النهارده يمكن يكون ليه دور في علاج المينينجايتس. طيب بيعدي البلاسينتا بارير، مش قادر اقول تراتوجينيك لكن مش مستحب في البريجنسي، هو لك ان شاء الله في العيوب يعني ما بيعملش تشوهات لكن ممكن يعمل مشكله برضه. الحاجه بس اللي خلي بالك في الكاينيتكس، الدواء ده بيحصل له ميتابوليزم باي هيباتيك مايكروزومال انزيمز بقى كونجوجيتد ويذ جلوكيورونيك اسيد، يحصل له كونجوجيشن ويذ جلوكيورونيك اسيد ويديك مركب ان اكتف ينزل في اليورين. استفدت حاجة ولا احنا كده نضيع وقت؟ يعني الدواء ده معتمد مينلي على هيباتيك ميتابوليزم ونزل في اليورين تقريبا متكسر. ايه الاخبار؟ مش عالج يو تي اي مش كده؟ ومش محتاج ظبط جرعات. انت عارف امتى ظبط جرعات؟ في الليفر انفيرمنت. يعني افرض انا لقيت عيان ده ما بيتعالجش غير كرم في نيكول ووظائف الكبد بتاعته مش حلوه، اظبط الجرعه على حسب الليفر فانكشن. معلومه مهمه، هو نفسه هيباتيك مايكروزومال انزيم انهبيتور. هو مين اللي عنده الكونجيجيشن ضعيف؟ صح برافو عليك، اللي يسموه الاكستريميتيز اوف ايج مش كده؟ الاطفال الصغيرين قوي بالذات لو بريماتيور، والكبار قوي وبالذات الاطفال بريماتيور انفانتس دول. طيب لما اديهم كلورام في نيكوري فكر كده، طفل صغير عنده انفكشن اتولد بدري شويه وادينا له كلورام في نيكوري، ايه رايك؟ مش عارف يتخلص منه مش كده؟ ليه؟ بطبيعته الهيباتيك مايكروزومال انزيمز ضعيفه والدواء نفسه بيعمل مور انهبيشن اوف هيباتيك مايكروزومال انزيم. يدخل في مشكله هنسمعها دلوقتي اسمها جري بيبي سيندروم. طيب ده بالنسبه للجزء بتاع الميتابوليزم. بص بقى على الميكانيزم اوف اكشن والكلام اللي يهمنا، والدواء ده برود سبيكترم ماشي وبكتيريو ستاتيك، وهنجمع كده طول ما احنا ماشيين كل السيل وول كانوا سايدر مش كده. لما بدانا نتكلم في البروتين التيتراسايكلينز كانوا ستاتيك والكلوروفينيكول برضه ستاتيك. نشتغل بقى ازاي الكلوروفينيكول ده؟ هو طريقه شغله انه بيدخل غالبا بسيمبل ديفيوجن ويمسك في ال 50 اس رايبوزومال سب يونت. وبص في الكتاب بقى هو كاتب حاجه عليها شويه خلاف لكن هنمشي زي ما الكتاب قايل، بيمنع خطوه اسمها ترانس بيبتايديشن. ايه بقى دي؟ ترانس بيبتايديشن يعني سلسله الامينو اسيدز اللي اتكونت ماسكه في البي مش هتعرف تروح للايه عشان تاخد الامينو اسيد الجديد صح؟ يبقى هو بيشتغل باي انهبيشن اوف ترانس بيبتايديشن ستيب. يبقى التيتراسايكلينز على خطوه ثانيه اشتغلوا على الامينو اسيد اللي لسه جاي يمسك في الايه، مش مديله فرصه يمسك هنا. لكن الكلوروفينيكول بيمنع ان التشين اللي اتكونت بتاعه البيبتايد دي تتحرك من البي للايه عشان تاخد معاها الامينو اسيد اللي لسه جاي. ده بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن بتاعه. كتاب القسم كاتب، سيبك بقى من السبيكتروم بيشتغل على كل حاجه والكلام ده، كتاب القسم كاتب معلومه هي مش تبع الميكانيزم اوف اكشن، هي تبع التوكسيسيتي اللي هي مكتوب نمره 2. قال لك داينز لل 50 اس ماشي الكلام ده هتتكتب وبيمنع الترانسبيبتايديشن وبالتالي يمنع البروتين. كاتب ان لارج دوز بيعمل انهبيشن او بيأفكت الماميليان ميتوكوندريا رايبوزومز، يعني زي ما عمل كده مشكله في الرايبوزومز بتاعت البكتيريا ممكن يوقف البروتين فورميشن في الماميليان رايبوزومز ذات اللي في الميتوكوندريا يعني. ودي اللي هتفسر بعد كده ليه بيعمل بون مارو ديبريشن. لما خدت جرعات كبيره تلاقي النخاع العظمي مش قادر يكون ار بي سيز لان هو مش قادر يكون بروتينز لان حصل مشكله على الرايبوزومز بتاعه الميتوكوندريا. سيبك من الريزيستنس ملهاش قيمه، استعمالات اللي هتقوله هيطلع صح ان شاء الله ما دام برود سبيكترم كده اللي هتقوله هيطلع صح، ما عدا حاجه واحده بالظبط يورين الاتراك مش ده بقى، لان هو نازل اصلا في اليورين خلصان.
لكن اي حاجه بقى بنتكلم على مينينجايتس، بنتكلم على تيفويد، بنتكلم على انيروبيك، بنتكلم على ميكسد انفكشن، بنتكلم اي حاجه كله هيطلع مظبوط ان شاء الله. تعالى بقى على النقطه المهمه اللي فيه اخيرا اللي هي الادفيرس افكتس اوف كلورامفينيكول. سهله جدا جدا وفي حاجتين لازم يتقالوا. سيبك طبعا من الجي اي تي ابسيت والكلام ده وسوبر انفكشن طبعا متوقع عشان برود سبيكترم. النقطه نمره 4 برضو متوقع ان هو هيباتيك مايكروزومال انزيم انهيبيتور فبيقلل تكسير الادويه الثانيه. انت تخاف من انهي ادويه لو ما تكسرتش؟ برافو عليك. الادويه اللي قال عليها لو ثيرابيوتيك اندكس، او كنا زمان نقول حاجه اسمها نارو سيفتي مارجن، اللي هو الفرق ما بين الليفل الثيرابيوتيك في البلازما والليفل التوكسيك مش كبير. فلو عيني شويه في البلازما يعمل لك تسمم. مين اشهر دواء كده؟ صح، ديجيتاليس صح، تريفيلين صح، الفينيتوين صح، الوارفارين صح، دي ادويه مشهوره قوي. طيب اكتر دواء ممكن يحصل معاه مشكله مع كلورامفينيكول ثيوفيلين. كلينيكالي بقى اكتر عيان ممكن تلاقيه بيتكتب له ثيوفيلين وكلورامفينيكول مع بعض عيان برونكيال ازمة. صح، عيان عنده ازمه فبياخد ثيوفيلين، ده البروفلاكسس اجينست ازمه، ومعرض ان يجيله تشست انفيكشن كتير فكتبنا له كلورامفينيكول. كويس، صح ولا غلط اكتبهم مع بعض؟ صح، ادي الاثنين مع بعض بس قلل جرعه تيفيلين. انا عامل حسابي انه مش هيتكسر فما ادهوش بنفس الدوز عشان ما يدخلش مني في توكسيك افكت. يبقى خلي بالك بقى كلينيكال ان شاء الله هتلاقي كلورامفينيكول من الادويه اللي بتعمل دراج انتراكشن مشهور قوي اللي هم دي ار هيباتيك مايكروزومال انزايم انهيبيتورز. تاني كتاب القسم كاتب الادويه، هو كاتب فينيتوين ثيوفيلين وارفارين التوربيوتاميد والكلوروبروباميد، ادويه قديمه. لما افكركم ان شاء الله بكره دول اللي يقولوا عليهم فيرست جينيريشن سلفونايل يوريا في علاج السكر. فيرست جينيريشن ده قديم وما عادش تقريبا بيستخدم يعني. تعالى بقى على النقط المهمه. اول نقطه اسمها بون مارو انهبيشن او بون مارو ديبريشن او سبريشن زي ما تحب. ساعات يسموها مايلو سبريشن، وبيعمل انهبيشن على البون مارو. هو البون مارو ده بيصنع ايه؟ كله بليتلتس وار بي سيز وليكوسايتس كل حاجه. هو غالبا بيأثر على الاريثروبويسس، الدواء ده غالبا بيأثر على تكوين الار بي سيز فيعمل لي مشكله اسمها ابلاستيك انيميا. يوقف تكوين الار بي سيز ده يعمل مشكله اسمها ابلاستيك انيميا. هي ليها سببين لو بنتكلم ان جنرال بقى مش بس على كلورامفينيكول. اي دواء بيعمل مشكله في البون مارو لها احتمالين. الاحتمال الاول انها تكون توكسيك او يسموها دوز ديبندنت، يعني حصلت ايه جرعات مش كده، اديت جرعات كبيره قعدت فتره طويله ادي الدواء فعمل انهيبيشن على البون مارو. وهو فسرها لك من شويه فاكر لما قال لك اللارج دوز هتعمل انهيبيشن على الريبوزومز بتاعت الميتوكوندريا فتعمل مشكله. طيب الميزه في النوع ده من البون مارو ديبريشن انه ريفرسيبل، يعني ايه؟ وقفت الدواء هرجع البون مارو يشتغل كويس، ده يتلحق ان شاء الله كويس. يعني في نوع تاني بقى من البون مارو ديبريشن اسمه ايديوسينكراتيك، يعني يعني حاجه ابنورمال بسبب جينيتك ابنورماليتي او جينيتك ديفكت، يعني ياخد جرعه واحده من الدواء يدخل في بون مارو ديبريشن وغالبا فيتال، غالبا الريفرسبل او العيان ما بيقدرش يلحقه. وكان تراب الفتاح معرفش اللي حضر فيكم بقى يمكن يفتكر يقول لك ان ما عادتش بتحصل لان الناس معظمها مات، يعني اللي حصل لهم المشكله دي خلاص ما بقتش موجوده لان اللي كان عندهم مشكله جينيتك ديفكت دول واخدوا كلورامفينيكول زمان كان دواء مهم دول خلصنا عليهم يعني، فما عادتش بتحصل قوي. لو حصلت دلوقتي تبقى غالبا من النوع التوكسيك او يسموه دوز ديبندنت ودي ريفرسبل. المشكله الثانيه بقى اللي هي سموها الجري بيبي سيندروم، والجري هنا بمعنى رمادي. يعني ايه بقى المشكله؟ اديت كلورامفينيكول في بريماتيور انفانت، ايه المشكله برضه؟ هو بيتكسر بالكونجوجيشن بالجلوكيورونيك اسيد والبريماتيور ده عنده ديفكت في الكونجوجيشن انزيم والدواء نفسه بيهبط الانزيمز فبقينا غير قادرين على الاليمينيشن بتاع الدواء. يبدا الدواء ده يعلى ويعمل توكسيك افكت غالبا على السي ان اس. يعني لو بصيت كده في الاعراض
هتلاقي مكتوب ان بيعمل هايبوتونيا اظن يعني هايبوتونيا. تلاقي الطفل ده فلاسد لما تبص كده تلاقي مفيش تون في العضلات، العضلات مرخرخه خالص يعني. بيعمل هايبوثيرميا تلاقي الطفل حرارته قليله، بيعمل هايبوتنشن، بيعمل هايبوفنتيليشن اللي بيبتدي يأثر على تقريبا معظم الفايتال سنترز في البرين. جه بقى منين فكره الجري بيبي سيندروم ده؟ ليه لون الجلد هيبقى جريش كده شويه؟ غالبا من الساينوزس، ما بقاش فيه فرصه للنفس، بدا يبقى فيه مشكله فبدا يحصل ساينوتيك افكت فيدي شكل الجري بيبي سيندروم. سؤال بقى دكتور عبد الرحمن النجار في الشفوي هتعالجه ازاي؟ بلاش سؤال في الشفوي، بلاش حته في النص. صح، برافو عليك. هو بيبقى عايز بس يسمع الكلمه دي، ادي دواء هيباتيك مايكروسومال انزيم انديوسر. وبالتحديد لو انتوا فاكرين دواء هو ملغي السنه دي، ده اسمه فينوباربيتون. الفينوباربيتون ده طبعا سيداتيف وهيبنوتيك وقصه كده في السي ان اس، لكن هو يبقى دوره هنا انه يندوس الهيباتيك مايكروزومال انزايم. وطبعا بنعالج سيمتوماتيك، يعني لو دخل في هايبوتنشن وكولابس ومش عارف ايه اديله حاجه ترفع الضغط او فلويدز، هايبوثيرميا دف العيان، يعني حاجات بقى تعالج الاعراض اللي موجوده. لكن مهم قوي تفتكر حكايه الهيباتيك مايكروزومال انزايم اندوس. يبقى ده بالنسبه للثيرابيوتيك يوزز اوف كلورام فينيكول. المجموعه اللي جايه عشان بس احمسك شويه من الحاجات اللي بتتكرر كتير في امتحان النظري، يعني انا طبعا مش عايز اديك يعني تلميحات كده، لكن على حد علمي يعني كلورام فينيكول تتراسايكلين مش كتير، لكن هنذكرهم كويس جدا وهنحفظهم. الامينوجلايكوزايدز والبنسلينز والكينولونز الحاجات اللي بتتكرر بشكل كتير قوي في امتحانات النظري. قبل ما نبص عليهم في الكتاب انا هقول لك كان نقطة كده تسهل إن شاء الله الموضوع. الأدوية دي كيميكال ستراكشر بتاعها دي ار بيزك، مش فارقة كتير قوي معانا، لكن هما بيزك شوية في التركيب. سمعتها قبل كده النهاردة الكلمة دي؟ اه صح. هتصور مع البنسلين أديهم ولا ما أديهمش؟ أديهم بس مش مع بعض في نفس ذات الإيه؟ المحلول. طيب الأهم بقى من إن هما بيزك، دي ار فيري هايلي أيونايزد دراجز، يقول عليهم بولر، يحبوا المية قوي، هيدروفيليك، لايبوفوبيك، أي معنى يؤدي لأن هم دي are very highly ionized. فهمت حاجة من الدواء الionized ده؟ صح، مش بس فولي أبزوربت، مش قادر يعدي من أي ليبيد سيل ممبرين، مش كده؟ يبقى امتصاصه من الجي اي دي تقريبا ما فيش، البلاد برين بارير ما يعديش، بلازما بروتين بايندك ما يمسكش، استثناء يعني حاجات بسيطة، لكن generally very low bound plasma protein. يعدي البلاسينتال بارير ولا ما يعديش؟ very high ionized، ما عداش حاجة خالص مش كده؟ بس يعدي البلاسينتال بارير. وده سؤال بقى لنا 10 سنين بنضحك بيه على الطالب، ان هو بيعمل all except وتلاقي كاتب ما بيعديش مش عارف ايه وايه وايه، وبيعمل fetal difference. يعمل fetal difference؟ يعمل. يبقى خلي بالك لان الكاسينتا البارير ده بارير مبهوى خالص، اي حاجه ممكن تعدي، مش لازم اعدي من السلم برين، ممكن اعدي من البورز اللي موجوده ما بين الاندوثيليا. تفتكر هيبقى موجود انترا سيلولر ولا اكسترا سيلولر؟ اكسترا. صح، يبقى دخوله جوه البكتيريا اخباره ايه؟ صعب. وهنعرف دلوقتي ان هو محتاج ترانسبورت سيستم، مش عارف يدخل لوحده ده. قبل ما نخلص بس الكاينيتكس، الدواء ده ليه اماكن معينه بيحبها؟ انت فاكر التترا سايكل؟ بيحب كالسيوم، بونو وكلوريد، بونو عظم، بونو اسنان، بونو تيف. الدواء ده يتركز قوي قوي في حاجه اسمها البيريليمف اللي حوالين الانر اير، يتركز قوي في الاير ويتركز في الكورتكس اوف ذا كيدني. يبقى انت متوقع بقى من غير ما نذاكر اهو مش كده؟ هيبقى اوتو ونيفرو، اوتوتوكسيك ونيفروتوكسيك، تركيزه عالي قوي في الاماكن دي. التخلص منه معتمد مينلي على رينال اكسكريشن باي باسيف فلتريشن. مين يكمل بقى؟ مين يكمل؟ يعالج رينال انتاج، بس خلي بالك ادجست الدوز، وهنعرف ان احسن منها ادجست الانترفالز لو الناس عندهم رينال امبيرمنت. كويس؟ بقى كام دواء نيفروتوكسيك ولا لسه؟ مع
نعد ولا خلاص؟ ميتيسيل سيفانوس بولنس فانكو مايس. كان في دواء اسمه الإيمي بينم بس ما عادش لأنه ما بقاش يتاخد واحد. التتراسايكلينز مش كده؟ امتى بالذات نيفروم؟ لو تاخد تكسكوارد اللي هو الأخ فانكوني ده. الأمانوغلايكوزايدز من أسوأ الأدوية اللي ممكن تعمل نيفروتوكسيك إيفكت. هنقولها إن شاء الله في العيوب دلوقتي. ده بالنسبة للجزء بتاع الفارماكوكاينيتكس. لو بصينا بقى في الكتاب كده هو بادئ بالأنتي بكتيريال أكشن. الدواء ده بكتيري سايدل. بكتيري سايدل. أنا عارف أنا بعرض نفس المشاكل مش كده؟ بس أفكرك كده كل السلول سايدل. بس تعرف كنت فاكرهم يعني. الكلوروفينيكول